السلام عليكم الناس الخير، خوتي خواتاتي، انتم على قناة جليلة شانيل الحياة بفرنسا. لأول مرة كيشوف القناة معكم جليلة، منشئة قناة جليلة شانيل. هذا الفيديو هذا غادي يكون فيه كما الفيديو السابق مجموعة من المعلومات والاستفادات اللي تقدر انك تستفدوا منها وتنفعكم كمهاجرين هنايا بفرنسا. نورمالمون في هاد لا بيريود هادي ولا في هاد الايام هادي خاص يكونوا يعني نكون انني بما يعني التشكيله ديال يعني الفيديوهات اللي كنبغي ندير كنعطي اخبار وبعض المرات اللي كنعطي معلومات ولا استفادات، ولكن بما انه حاليا الاخبار يعني ما كاينش شي حاجه اللي غادي نقدر ننفعكم بها بالنسبه للاخبار صراحه. ما يعجبنيش انني غير نجي باش انني نعمر الفيديوهات وانكم تشوفوهم، ولكن اشنو قلت، واخا الجمعه عطيت لكم معلومات واستفادات، يعني حتى اليوم الاحد نعطيكم كذلك معلومات واستفادات لحين يكونوا اخبار اللي تقدروا انكم تستفدوا منهم كذلك. نبدا معكم بالنسبه لهاد المعلومات والاستفادات، غادي يكونوا 8 ديال المعلومات اللي هما غادي يعني تستافدوا منهم كما دائما ان شاء الله. نبدا معكم بالنسبه للمعلومه ولا بالنسبه للاستفاده الاولى، بين قوسين فقط بغيت انني اخبر الناس لانهم رسلوا لي رسائل كثيره واسئله كثيره في الانستغرام بطبيعه الحال الاخوان والاخوات، راني من النهار اللي يعني مشيت للمغرب الناس اللي متابعيني راهم عارفيني، دابا راني اكثر من شهر دخلت الانستغرام فقط حطيت واحد الصوره وخرجت، يعني انني ما شفتش الاسئله وما عنديش الوقت يعني باش انني نجاوب على كل ديك الاسئله، ماشي ما باغياش، بالعكس انا من الناس اللي كيعجبني انني انفع غيري، ولكن ما قدراش حيت ما بين الخدمه والدار واليوتيوب والاسئله اللي كنجاوب عليها في اليوتيوب والانستغرام يعني غلبني الامر، وانا ما عنديش يعني شي اسيستونت معايا ولا شي واحد لانه يقدر يجاوب معايا ولا يعاوني، يعني هير بوحدي ما قدرتش، لذلك اعتذر وغادي نحاول انني نبقى كل نهار على الاقل نجاوب على 4 ديال الاسئله ولا 3 ديال الاسئله. نبدا معكم بالنسبه للامر الاول، بالنسبه للمعلومه الاولى غادي نتكلم على لي فورماسيون، تهم رجالا ونساء. بالنسبه للفورماسيون كاين واحد لو سيت اللي شاركته معكم في الاوائل ديالي فاش كنت كنبدا القناه وانني تكلمت على هذا النوع ديال لي فورماسيون، قلت لكم على انه اذا بغيتوا تقلبوا مثلا على فورماسيون وتشوفوا مثلا الجهه اللي نتوما ساكنين فيها وتشوفوا كذلك مع من غادي فين تدوزوا هذه الفورماسيون، مهم معلومات كثيره تقدروا تدخلوا لجوجل وانكم تشوفوا تكتبوا جوجل كما كنوريكم هنايا في الخانه ديال جوجل، كتبوا ديفي دو ميتي، هاد ديفي دو ميتي غادي يعطيكم الصفحه الثانيه واللي هي كتشوفوها كذلك هنايا من خلال الصوره، واللي غادي تشوفوا لي فورماسيون اللي تقدروا انكم ديروها وتكليكيو كذلك وتكملوا البحث ديالكم. اذا انه الكثير منكم كيبحث، كل واحد بغى يبحث انه يدير فورماسيون في بلونج في البولونجوري، كاين اللي كيبحث انه يدير فورماسيون مانيش عارفه ادمينستراتيف، يعني كل واحد وعلى حسب الفورماسيون اللي هو باغي يديرها، لكن ربما كاين منكم يعني نساء ورجال اللي كيقول لك انا بغيت ندير شي حاجه واخا غير نعمر بها شي حاجه وقتي لحين ما انني فعلا ندير مستقبلا شي فورماسيون اللي نقدر انني نخدم بها، ولا المهم نخدم يعني ديريكتومون سون باسي بار اون فورماسيون. اللي نقدر انني نقول لكم الاخوان والاخوات واحد الحاجه اللي هي تقدر تنفعكم سواء في داركم مع اولادكم في الخدمه ديالكم ما خدامينش، وهي انا كنشوفها اللي هي ايسونسيال بالنسبه فورماسيون نتاع لي باز بيروتيك. هاد الفورماسيون ديال لي باز بيروتيك هي حاجه اللي دائما كتكون تابعاك وحاجه اللي دائما كل واحد فينا غادي يحتاجها، هي هو انه كتعرفوا لي باز بيروتيك، وهي انه على الاقل تعرف انك تكتب في الوورد، تعرف على الاقل انك دير واحد الطابلو، تعرف على الاقل نظن يعني هذوك الاشياء البسيطه، تعرف على الاقل انه لا كلي يو اس بي، نظن كلشي كتسمعوها كيفاش انه لا كلي يو اس بي ديرو في لورديناتور، كيفاش انه مثلا تدخلوا فيه ان فيشيي ولا تدخلوا فيه شي معلومه، كيفاش تانغوجستريوها، كيفاش يعني حوايج اللي هما بساطين. هذه المعلومه هذه الفورماسيون فعلا الا درتوها غادي تستافدوا منها وغادي تحسوا انهم لي زوغون لي نورون لي نورون ديال الدماغ ديالكم يعني تبدل فيهم شي حاجه، اضيفت الى دماغكم شي حاجه جديده، واحد الحاجه اللي هي مزيانه وكيف كنقول لكم تنفعكم في جميع مراحل حياتكم.
سميتها فورماسيون باز بيروتيك. الاخوان والاخوات قدروا ديروها فيها مثلا 6 الاسابيع ولا 8 الاسابيع، ولا طلبوها من بول امبلوا اذا بغيتوا انكم، وهي غادي تنفعكم في الاخير. كتكون عندكم واحد لاتيستاسيون، وبالاهم الاهم من هذه الشهاده انهم حتى نتوما غادي تستنفعوا بها لراسكم فاش تبغيو انكم ديروا شي حاجه سيغ اورديناتور. وهذا هو اللي كيكون المنطلق ديال الناس مثلا اللي ما كيعرفوش في هذه الامور هذه، وكذلك عندهم ضعف كذلك في اللغه الفرنسيه. فاش انكم غادي تاسيستيو في هذه الفورماسيون هذه مثلا، غادي تتعلموا كلمات، سواء بالنسبه كلمات يعني اللي هما ينفعوكم بالنسبه مثلا فاش تكونوا امام لورديناتور امام انترنت، وكذلك كتحضروا في واحد المكان اللي هما لي بروف ديالكم كيهضروا معكم باللغه الفرنسيه. سميتها فورماسيون باز بيروتيك، انا كنصحكم بها وتنفعكم يعني في طول حياتكم. دابا غادي نمشي معكم بالنسبه للناس مثلا اللي عندهم حنقولوا حنا من ذوي الاحتياجات الخاصه، اللي كيتسمى على انهم يعني كيقولوا فورماسيون بوغ ان هانديكابي، ياك انا كنقولهم الناس من ذوي الاحتياجات الخاصه. بالنسبه لهاد الناس هادو كذلك تقدروا انه شكون اللي كي اوريونتيكم، يعني كيدير لكم لوريونطاسيون وكيقول لكم فوالا راه خصكم ديروا هاد الفورماسيون ولا ديروا هاد ستاج ومن بعد يعني ديروا خدمه. هو ما يسمى بلو اس اف هو لو سيرفيس دابوي دو فورماسيون بروفيسيونيل. تكتبوها في جوجل هكذا باش تعرفوا فين انكم تقدروا تاوريونطاو وتقدروا انهم باش يساعدوكم. هذا الفيديو هذا كيف قلت لكم فيه 8 ديال المعلومات والاستفادات، هذه ثاني استفاده. بالنسبه لثالث استفاده هي بالنسبه للناس اللي كيبغيو يعرفوا واش عندي الحق في الار اس ا، واش عندي الحق في لابيال، واش عندي الحق في هذه، واش عندي في الحق هذه. هنايا كاين لو سيت واللي تكلمنا عليه مستقبلا اللي هو باش تعرفوا منه كلش. وفاش تعرفوا منه كلش يعني تدخلوا ديروا ان سيمولاسيون. ملي كنقولوا ان سيمولاسيون يعني غادي تعمر لي كوردوني ديالك كتجربه اولى باش هو لورديناتور يعطي، ماشي لورديناتور يعني باش هذاك التعمار ولا هذيك الاستمارات اللي ملأتهم كيعطيك واش عندك حق فيك هذه ولا في هادي. بغيتو لابيال، بغيتو ار اس ا، بغيتو ا اش، يعني اي حاجه اللي كيتسمى medroitssociaux.gouv.fr. دابا غنمشيو للمعلومه رقم 5 بالنسبه للاخوان والاخوات مثلا اللي كتقولوا لي خرجت من الدار ولا اختي خرجت من الدار، اشنو هي اول حاجه؟ اول حاجه اللي كديروها وهي كيتسمى شانجمون دو سيتوياسيون، كتندار عن طريق الكونت ديالكم ديال لاكاف. لابد باش لاكاف تعرف باللي انك كل واحد راه مسيباري بوحدو، باش كل واحد تكون عنده حقوقه بوحدو. شانجمون دو سيتوياسيون، تدخلوا الكونت ديالكم كاف، تمشيو فين كاين في الاعلى مون كونت كاف، وتمشيو كذلك عند لا روبريك اللي مكتوبه فيها ديكلاراسيون نتاع شانجمون دو سيتوياسيون فاميليال. نمشي معكم بالنسبه للمعلومه رقم 5 واللي هي المعلومه نظن انها غادي تهمكم كثيرا. بالنسبه للناس ما عرفتش اذا كانوا منكم ناس يعني جربوا هذا الامر هذا، يكتبوا لنا في التعليق. بالنسبه للناس اللي كتمشيو كتسافروا مثلا، ولا انهم جاو عندكم الاهل ديالكم ولا الوالدين ديالكم هنا لاوروبا، ولا حنا اللي هنا في اوروبا مثلا مشينا سافرنا، مشينا لاسبانيا، مشينا لتركيا، مشينا صايي نظن فهمتوا غادي الموضوع على خصوص السفر. فاش كنمشيو وكنشريو اشياء، هذوك الاشياء اللي كنشريوها بارفان سي كان سبابت اي حاجه، كيتسمى عندها لو تيفيا ولا عندها الضريبه المضافه. هذيك الضريبه المضافه ما خاصهاش تنحسب عليك انت كسائح لانك ما راكش مقيم في ذلك البلد. لذلك فاش الناس كتكمل الرحله نتاع السفر ديالهم ولا ديال السيجور ديالهم، يقدروا يستردوا هذيك الجزء ديال الضريبه ديالهم واللي كتسمى الاعفاء من الضريبه على المشتريات. نعم هذا الشيء في كيكون، هذا الشيء كيكون في المطار فاش كتنزلوا غادي تمشيو تقلبوا اولا على البيرو اللي مكتوب فيه تاكس فري، تاكس فري ولا جلوبال بلو. انا ما عمرني قمت بها ولكن الناس اللي قاموا بها فعلا كاين هذا الامر هذا. بغيتكم انكم نتوما فاش تنزلوا في شي مطار، نعطيو مثلا نزلتوا في مطار مثلا في تركيا، باش تاخذوا معلومات اوليه غادي تمشيو عندهم وتقول لهم حنايا السياح بغينا تقولوا لنا اولا كيف ذلك، واش غادي يعطيو لكم اولا واحد لو بابي انكم تعمروه وتسجلوا بالنسبه للباسبور ديالكم، بالنسبه للتيكي نتاعكم باللي راكو سياح،
من بعد فاش كتمشيو تقوموا بالمشتريات نتاعكم ما ترميوش هذوك لي تيكي، بالعكس ما ترميوهمش. وفاش تشريو يعني المشتريات نتاعكم، هذاك اللي يخلص عليكم في لاكاس قولوا له بلي انه حنايا كما يسمى لو تاكس فري، وغادي غير تقولوا له تاكس فري غادي يفهم بلي انكم سياح، وغادي يطلب منكم لو باسبور وكلش، باش هذاك لو تيكي نتاعكم يكون معمر فيه لو نيميرو دو باسبور ومعمر فيه لي كوردوني ديالكم. يعني هذه كتكون سبيسيال حيت هما عارفين انهم كاينين سياح اللي يعني كيجيو يشريو. نظن فدتكم في هذا الامر هذا بما يخص الاعفاء من الضريبه على المشتريات فاش كتمشيو سياحه صي، ولا فاش والديكم ولا خوتكم ولا كذلك كيجيو لاوروبا سياحه، هذه موجوده في جميع المطارات. دابا نمشي معكم المعلومه رقم 6، كتقولوا لي بغينا اننا نجيبوا الوالدين ديالنا، كيف ذلك؟ ديجا هضرت على هذا الامر هذا، درت عليه جوج ديال الفيديوهات من قبل. بالنسبه للوالدين ديالكم الحاجه اللي كاينه هي فيزا سياحه، هذه هي اللي غادي تكون كمرحله اوليه، ومن بعد فيزا سياحه فاش الوالدين ديالكم يكونوا هنايا تقدروا ديروا لهم هنايا برولونغاسيون ديال لو فيزا. وفاش كتندار كتندار في لا بريفيكتور اللي كتكون في المدينه ديالكم، كتجيبوا واحد الورقه وكتعمروها باش انهم يزيدوا لهم ديك الفيزا بلا ما غادي يرجعوا حتى للبلاد ويعاودوا انهم يجددوا الفيزا. ولكن باش تجي فيزا سياحه للوالدين ديالكم خاص اولا انتم تكونوا هنايا مستقرين، كذلك تكون عندكم عقد عمل. اه راه اللي ما خدامش راه ما غاديش، كيف انه واحد غادي يجي عندك وتابرجي عندك في الدار وانت اصلا ما خدامش، وانت اصلا مثلا راه عندك غير الاغ اس ا؟ ولا كنقول لكم الواقع خاص تكون عندك الخدمه، ولا كنت اختي ما عندكيش مثلا الخدمه يكون على الاقل الزوج ديالك عنده لي فيش دو باي وخدام. ملي كيكون الشخص عنده الجنسيه الفرنسيه كتنفعو كثيرا، اما اذا كان عنده غير اوراق الاقامه بطبيعه الحال خاص اوبليجي تكون عنده فعلا خدمه، تكون عنده سي دي اي. كنقول لكم هذا الشيء من منطلق التجارب، يعني كل واحد يخلي لنا التجارب ديالهم من خلال التجارب يعني مع الام ديالي فاش جات. اولا خاص يكون عقد العمل، كذلك كيكونوا لي فيش دو باي، كذلك كيكون لا في دامبوزيسيون يعني الورقه ديال الضرائب، كيكون كذلك ما يثبت السكن ديالك الكريات الضو والغاز، كذلك اشنو اخر او فوتوكوبي سواء عندكم كيف قلت لكم كارت نتاع يعني كارت فرنسيه ولا كارت اقامه ولا المهم الورقات ديالكم. هذا الشيء كامل كيتصيفط للمغرب، للمغرب للشخص اللي وي. حاجه مهمه ما ننساهاش وهي انكم ديروا اتيستاسيون داكوي ولا اتيستاسيون ديبرجمون اللي كتندار في لاميري، كتعمروها في لاميري وكتخلصوا واحد التامبر نظن مش عاقله هذه شحال ما بين 30 300 جيت نقول لكم 300 درهم، ما بين 30 اورو حتى ل 50 اورو كتعمر في لاميري. هاد الورق كاملين يرسلون مثلا كما السائله سالتني الى الوالده ديالك، الوالده ديالك كذلك في البلاد. هذا هو المهم، ما يقدروش يعطيو فيزا الا اذا كان الشخص عنده فلوس في الكونت. ملي نقولوا فلوس في الكونت يعني انه هذوك الفلوس كيدين لهم الرواج لمده 3 اشهر قبل ما غادي يدفع الفيزا. هادشي اللي نقول لكم حاليا راهم يخدموا بهم القنصليات الفرنسيه يعني في البلدان، انه الشخص خص تكون عنده في هذيك 3 شهور التاليه اللي غادي يطلبوا له يعني الفلوس ديالو، على الاقل واخا فلوس ديالو يعني راهم تما، ولكن يدخل ويخرج، بمعنى انه مثلا يدخل 100 اورو يخرج 50 اورو، يعني في البلاد مثلا نهضر بالدرهم 100 ألف درهم. عاود كاين المهم غير هكذا كيسميتو الرواج. هذه في حاله ما اذا كان الشخص في البلاد ما خدامش ومع ذلك عنده الفلوس، او انه هذا الشخص هذا غادي يكون مثلا اما خدام هذوك صحاب الوظيفه ولا يعني سهل عليهم الامر، او انه هذا الشخص هذا غادي يكون عنده مثلا شي قطعه ارضيه فلاحيه مثلا كيمشي يسجل في الفلاحه على انه راه عنده يعني في المركز الفلاحي في المدينه ديالو على انه عنده فلاحه وانه كيستغلها، وانه مثلا كيف كنقولوا يعني انه مثلا هذيك الفلاحه ديالو راه كتدخل له شي حاجه اللي هي قليله، ومن بعد فاش يكونوا عنده فليسات كيدخلهم ويخرجهم يدخلهم ويخرجهم على اساس انه الفلاحه ديالو مثلا ولا التجاره ديالو مثلا راه هي كتدخل ليه هذاك الامر. سي بور سا كتشوفوا نساء مثلا كيديروا خياطات كيديروا يعني عندهم شي حاجه اللي كتجيب لهم واحد المدخول. بالنسبه للناس اللي كتدفع كيقول لك انا مثلا عندي الجنسيه الفرنسيه وصافي راه الوالدين ديالي نقدر نجيبهم غير هكا، ما يقدروش يجيو غير هكا من غير انه يكون الكونت ديالهم فيه الرواج لمده 3
أشهر التالية، زائد أنهم يعمروا بطبيعة الحال جميع يعني الشروط اللي خاص تكون على أنهم بالنسبه للوراق ديالهم، راكو عارفين ليكستري دو نيسونس، بالنسبه كذلك الصورتان، بالنسبه كذلك فوتوكوبي ديال الباسبور، فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال، وبالنسبه كذلك انهم يديروا الطلب سيغ لو سيت ديال فرانس فيزا، وكذلك كيشدوا الموعد. هذا الشيء هذا كامل اذا كان شي واحد منكم يعني بغيتوا الوالدين ديالكم تجيبوهم، خاص انهم كاينين يعني كنقولوا دي زاجونس دي بيرويات، بيرويات في المدن اللي نتوما ساكنين فيها والديكم، كيجمعوا لكم كاع هاد الاوراق وكيساعدوكم. ولكن الامر المهم هنا في اعطاء الفيزا عفوا هو انه هاد الشخص هذا عنده اللي يقدر انه باش يمشي سياحه به، هذا هو المهم. حاجه اخرى خصكم تردوا لها البال، واللي عليها درت هذه المعلومه هذه الاخت قالت لي على انه امي يعني الماين ديالي مريضه وهذه وهذه، خاصكم تعرفوا انه فاش كيشوفوا الشخص في واحد الحاله اللي هو فعلا مريض 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 مريض، واخا كيكون فيه بعض الشروط ما كيبغيوش يعطيوه الفيزا، كيقول لك هذا الشخص غادي يبقى تما وغادي يمرض تما وغادي يداوي تما وغادي يبقى تما. الشخص فاش يمشي خص يمشي على اساس انه يعني في واحد الحاله صحيه اللي هي جيده. هادشي المعلومه اللي نقدر ننفعكم بها بخصوص انه فاش تبغيو تجيبوا احد الوالدين واللي كتسمى يعني غادي تكون فيزا سياحه. بالنسبه للناس اللي كيكونوا تجمع عائلي هنايا كيكونوا عندهم جنسيه اوروبيه وكيقولوا لي عندي تجمع عائلي، هذا جواب لواحد الاخ اللي قال لي راكي مازال ما جاوبتينيش بغيت ندير تجمع عائلي وانا عندي جنسيه اوروبيه عايش في فرنسا. بما انه عايش في فرنسا نظن راك عايش هنايا يعني مده طويله، نظن انه راك سجلت هذه شحال في لاميري بلي انه راك ساكن هنا في فرنسا، وراه عندك واحد الورقه بلي انه سجلت في لاميري بلي انه انت عندك جنسيه اوروبيه عايش هنا في فرنسا، هذه حاجه مزيانه وهذيك الورقه كذلك غادي تحتاجها. بالنسبه لهذا الشخص هذا بغى انه يتزوج بطبيعه الحال، باش انه الشخص جنسيه اوروبيه يجيب شي واحد من البلاد هنا في فرنسا يقدر، اشنو غادي تحتاج؟ غادي تحتاج الوراق ديال العمل ديالك، وغادي تحتاج الفيش دو باي ديالك، وغادي تحتاج اوراق ديال السكن ديالك يعني سواء عقد كراء نتاع الغاز نتاع ما يثبت السكن ديالك، وكذلك غادي تحتاج لاتيستاسيون، كذلك غادي تحتاج هنا كتبت جميع الاشياء، كذلك غادي تحتاج انه جميع اوراقك ترسلهم يعني فوتوكوبيات بحال نقولوا ورق نتاع الباسبور، ورق نتاع بطاقه، الا كانت عندك بطاقه اقامه يعني راك بدلت وراقك، ولا ما عندكش بطاقه اقامه غير الاوراق ديالك ديال الجنسيه الاوروبيه حتى هما تقدر بهم. وكذلك بالنسبه انه فاش في المغرب راك تكون انك درت العقد العام عقد الزواج، وهذاك عقد الزواج اللي قمت به مثلا نعطي مثال المغرب انه هذاك عقد الزواج راك جبته وانه راك ترجمته ودفعته للقنصليه مثلا اذا كنت انت من البلد مانيش عارفه ايطاليا اسبانيا البرتغال، عطيته للقنصليه اللي ديال البلد ديالك وانه باش تكون هذيك الترجمه هذيك، ومن بعد فاش يخرج ليفغي دو فامي كلش عاد انه غادي ترجم هذاك العقد للغه الفرنسيه باش تقدر انه دير طلب في القنصليه الفرنسيه اللي موجوده فيها الزوجه ديالك باش هكذا يقدروا انهم يعطيوها فيزا. يعني المرحله الاولى ديال عقد الزواج يترجم لانه انت راك حاليا بما عندك الجنسيه الاوروبيه مثلا نقولوا اسبانيا ولا ايطاليا راك تابع للدوله ديالك، لانه خاص يترجم هذاك الزواج ويدفع في القنصليه باش حنا نقولوا اسبانيا ولا ايطاليا ولا نظن فهمتوا. من بعد عادي يترجم هذاك الزواج هذاك للفرنسيه باش يتدفع للقنصليه الفرنسيه باش يتم طلب الفيزا للزوجه ديالك. نظن هذا الامر هذا هو اللي جاوبت عليه ويعني امر واضح وباين. دابا نمشيو لاخر حاجه واللي هي رقم 8 بالنسبه للناس اللي كتبغيو انكم ديروا ان غاتاشمون ديال الوليدات ديالكم في لا سيكوريتي سوسيال. مثلا شي وحده ولادها عاد جاو من البلاد صغار، ولا مثلا شي وحده عاد يلاه ولدات وتقول لك خصني نمشي لا سيكوريتي سوسيال، وهذه ودي تقدري ديري سيغ انترنت. سيغ انترنت غادي كما تشوفوا غادي تدخلوا غادي ديري دوموند غاتاشمون دو سيكوريتي سوسيال. فاش تدخلوا كيف كنوريكم هنايا كتشوفوا غادي ديروا دوموند دو غاتاشمون، من بعد غادي تكليكيو وتعطيكم الفورمولار، تامبريميو هذيك الفورمولار غادي تعمروا كل ما يلزم. واش هذاك الغاتاشمون غادي يكون في لا سيكوريتي سوسيال يعني واش غادي يكون معاك انت ومع الاب ديالهم، ولا غير مع الاب ديالهم، ولا معاك انت، ولا تعمروا جميع الوثائق
وانكو هذاك الشيء اللي تعمروا ذاك الملف غادي تزيدوا معاه ليكستري دو نيسونس ديال الابن ديالكم ولا الابنه ديالكم وفوتوكوبي ديال لا سيكوريتي سوسيال لا كارت فيتال ديالكم نتوما، يعني شكون اللي بغى انه الاب ولا الام، وهذا الشيء تقدروا ديروه اونلاين وبطبيعه الحال ديروه في ان انفلوب وتصيفطوه لا سيكوريتي سوسيال الا بغيتوا انكم ما تمشيوش تما ما ديروش تور ولا انه كانت عندكم شي ظروف تمنعكم ما يسمى ان غاتاشمون بالنسبه لا سيكوريتي سوسيال. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، نسل خير، دائما انتظر منكم الدعم ديالكم، كذلك دعموا لنا هذا الفيديو هذا راه باش نوجد هذا الشيء كامل راه جوج السوايع، وانا كنحضر عاد باش كنجي نقدر انني ماشي امن عليكم والله العظيم، نبغي فقط انني نشارككم يعني تعرفوا كيفاش كيكونوا الامور قبل ما انه الواحد خصوصا بالنسبه ليا افتح الكاميرا وانني كنعطيكم معلومات. شكرا لكم الناس الخير، بارك الله فيكم، نشوفكم ان شاء الله فيديو قادم مع اخبار ان شاء الله او معلومات او استفادات، مع السلامه.